السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 9 لمجزرة سبايكر، هذه الفاجعة اللي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي عام 2014. كذلك الفتوى الخالدة، فتوى الدفاع الكفائي اللي أطلقها صمام الأمان في البلد سماحة المرجع الأعلى الإمام علي السيستاني دام ظله في عام 2014 لحفظ البلد من الفتنة الطائفية ومن العصابات الإرهابية اللي اجتاحت مساحات ومحافظات واسعة من البلد. يشرفنا في هذه التغطية كل من سماحة الشيخ الدكتور عباس القريشي مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، كذلك الأستاذ أحمد صادق رئيس مؤسسة الوافي للتوثيق والدراسات. أهلا وسهلا، حياكم الله ضيوفنا الكرام، ولو احنا اليوم ضيوفكم في كربلاء المقدسة. أهلا وسهلا بك، الله يحفظكم. نبتدي معك سماحة الشيخ، التوثيق لهذه الجرائم واستذكارها سنويا وفي كل مناسبة، أهمية هذا الموضوع بالنسبة لأبناء البلد، بالنسبة للأجيال القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا في بداية الحديث أحييك وأحيي المشاهد الكريم، وأود أن أنبه إلى قضية مهمة جدا أنت تطرقت إليها في بعض حديثك، وقلت أن مجزرة سبايكر ارتكبتها تنظيمات داعش. في حقيقة الأمر أن مجزرة سبايكر تبنتها داعش، لم يكن الفاعل الأول والحقيقي هو داعش، وإنما هناك عدد كبير من أزلام النظام البائد، رجال المخابرات، الأمين، البعثيين، وبعض أبناء العشائر أو المنتسبين إلى العشائر من أبناء المنطقة تلك، هم من وعدوا وغرروا بالأبناء وأسروهم، ثم بعد ذلك أعلنوا انضمامهم إلى داعش ليضيعوا تلك المجزرة وتبناها داعش. هذه الجهات سماحة الشيخ هيئة القاعدة لداعش لتتبنى هذا. أحسنتم. ممكن أن تقول هم كانوا من حيث ملتقين من حيث الفكر ومن حيث المبادئ، فأعلنوا انضمامهم إلى داعش وألصقت المجزرة، وداعش أيضا تبنت المجزرة ليحقق فيها أهداف أيديولوجية. هذه ملاحظة مهمة حبيت أن أنبه لها وأن أشير إليها. بالنسبة للتوثيق، توثيق المجزرة، أنت إذا تلاحظ الفارق الزمني بين مجزرة سبايكر جريمة العصر والفتوى المقدسة للمرجعية العليا بالدفاع عن أرض المقدسات هو سويعات أو أقل السويعات، يعني هذا يوم 12 وهذا يوم 13. مجزرة داعش كانت اللي ارتكبوها الدواعش وغير الدواعش، مجزرة بسبايكر هي كانت رسالة أرادوا أن يوصلوها إلى المجتمع العراقي وإلى المجتمع الدولي بأننا جئناكم بالذبح والسيف. هذا المنطق وهذا المنطلق لهذا الكيان الإرهابي والمتطرف ومن سار على نهجه، وسبقتها أيضا بيومين مجزرة نزلاء سجن بادوش اللي راح ضحيتها أكثر من 605 شاب أو إنسان، وقتلوا أيضا على أساس طائفي وعلى أساس عرقي ومذهبي بوسيلة وبأساليب بشعة جدا وقاسية كثيرا. فالمرجعية لما أحاطت بالموضوع وعرفت الموضوع وتفاصيل الموضوع أصدرت الفتوى الخالدة التي أنا أصفها بأنها كلمة الله وأنها من أعظم الأحداث في تاريخ العراق المعاصر. نحن في المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع للعتبة العباسية المقدسة، كانت باكورة أعمالنا وأولى منطلقاتنا التوثيقية التي نعتبرها من أهم الأعمال هو التوثيق لهذه المجزرة، بدءا من حصر عدد الضحايا و ملاحقة لمعرفة المجرمين. راح أدخل بتفاصيل العمل سماحة الشيخ، انتقل لي أستاذ أحمد. مجزرة والفتوى اليوم حاضرة بالمهرجان، المهرجان الثقافي السابع الذي تقيمه العتبة العباسية، خصوصية هذا المهرجان، أهم الأمور اللي نظمت في هذا المهرجان خصوصا في هذه الدورة. حقيقة المهرجان هو يعني بالمجمل هو عملية استذكار دائمية للفتوى المباركة التي أطلقت من النجف الأشرف. أهمية الاستذكار يعني ينطلق من أهمية التوثيق. اليوم الشعب العراقي بحاجة إلى إعادة الذاكرة العراقية كل فترة.
احنا أمة شفاهية، تعلمنا الشفاه وتعلمنا تناقل الأخبار شفاها، لم ندون شيء، لم نستذكر شيء إلا ما ندر من خلال الشعر أو الأدب. هذه المهرجانات جاءت كورقة للتذكير أنه في كل سنة في مثل هذا الوقت يعاد الذاكرة العراقيين قضية الفتوى المباركة وما آلت إليه. حقيقة مرجعية النجف منذ قبل 2014، يعني إذا نحب نرجع إلى خطب الجمعة ونلاحظ كلام سماحة السيد الصافي وكلام سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي من خلال الخطب اللي ترسل من النجف الأشرف، هنالك تركيز واضح على قضية الاستذكار والتوثيق. لذلك عندما بدأت فكرة عمل هذا المهرجان انطلقت من خطبة الجمعة التي كان قبل مدة سماحة السيد الصافي قد ألقاها في الصحن الحسيني الشريف، واللي حث من خلاله على أنه نستذكر بطولات. كلمة أستاذ أحمد، السيد أحمد الصافي يقول إحنا أمة نضحي ولا نوثق. نعم صح، هذه صح، هذه كانت موجودة. فبعد ذلك بعد هذه الكلمة كيف سنستذكر هذه الفتوى وكيف سنستذكر هذه المواقف؟ فجاءت الفكرة بانطلاق مهرجان تنظمه العتبة العباسية المقدسة في كل سنة في ذكرى هذه الفتوى وفي ذكرى هذه الفواجع اللي حدثت على المجتمع. فصار القضية أنه كيف نوثق من خلال هذا المهرجان. انطلق المهرجان بنسخته الأولى عبارة عن مجموعة من الورش، بعد ذلك تطور المهرجان لمجموعة من المسابقات، مجموعة من المؤتمرات خاصة بالبحوث وخاصة أيضا بالجرائم التي حدثت مثل جريمة سبايكر. بدأ المهرجان يتوسع، أصبح على مدى يومين، تنوعت الفعاليات والمشاركات، أصبح للمهرجان صدى سنوي يرسل إلى باقي الدول. بدأنا نلتمس هذا الموضوع من خلال المشاركات الخارجية التي بدأت ترد إلى المهرجان من خلال القصائد الشعرية، من خلال البحوث الأكاديمية، البحوث الحوزوية التي تشارك في فعاليات المؤتمر. أعتقد اليوم أنتم كنتم حاضرين في جلسة الافتتاح، اليوم كان الافتتاح صباحا، بعد ذلك إن شاء الله عصرا سيكون هنالك مؤتمر سبايكر خاص بجريمة العصر. ممتاز. نعم. بالعودة إلى موضوع سبايكر سمحت الشيخ، قرابة 2000 شاب يعني أعمار متقاربة عزل يعني موجودين منطقة عسكرية، الرسالة من هذه العملية أن داعش اجتاحت المدن، بعدها موضوع سجن بادوش اللي طرقت لحضرتك قبلها وقبل مجزرة سبايكر، بعدها مجزرة سبايكر، الرسالة بعدها مجزرة الأيزيديين. نعم. الرسالة لهذه العصابات من يعني تنفيذ أحكام الإعدام القسرية بحق هذه الأعداد الكبيرة من الشباب، يعني ممكن أن نقول ذبح هكذا أعداد كبيرة، 605 في بادوش، 2156 حسب إحصائية المركز العراقي لمجزرة سبايكر، عدد كبير من الأيزيديين، عدد كبير من الشيعة التركمان في تل أعفار. هذه كانت رسائل لعله يراد منها الهدف والعامل النفسي لتحقيق الانكسار والهزيمة في نفوس أبناء الشعب العراقي، وأيضا أراد أن يبعث رسالة للمجتمعات الدولية الأخرى بأننا قوم لا نقهر وبأننا قوم منطقنا الذبح والسيف والقتل ليس إلا، وكانوا يتوقعون أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية ناجحة، وهي لو تجيها وفق الاستراتيجيات العسكرية والعوامل النفسية الطبيعية والحرب النفسية تجدها طريقة ناجحة، لكن الحكمة المرجعية العليا وإدراكها وتشخيصها وتحليلها لهذا الموقف وإصدارها لفتوى الدفاع المقدسة حطمت الحلم الداعشي إذا صح التعبير، ومن يرتبط بداعش فكريا وأيديولوجيا، بعثرت الأوراق، خربطت الأحوال عندهم، وما كانوا يتوقعون أن هكذا استجابة تكون من أبناء الوسط وأبناء الجنوب، بحيث يخرج من البصرة ومن الناصرية ومن الكوت ومن ذي قار ومن بغداد ومن باقي المحافظات ويذهب ويقدم نفسه ودمه الزكي على أرض نينوى.
باعتبار اكو فارق، هو هذا هكذا يفكر، يقول هذه الارض فيها اكثريه سنيه مثلا، هو حاول او فيها ايزيدي، كان يتصور انه اتباع اهل البيت لا يفكرون الا في انفسهم، لا يفكرون الا فيما يصل اليهم، الا بمناطقهم، ما يدري انه احنا اهل البيت وعلماء اهل البيت علمونا اننا السيد حفظه الله يعبر يقول لا تقولوا اخوانا بل قولوا انفسنا. وهذا يعني بحقيقة أنا دائما أتكلم أقول العراق يحتاج دراسة حقيقية ما قبل 13/6 وما بعد 13/6، التغيير الاستراتيجي اللي يتغير انعكس على الوضع الأمني الاستراتيجي العراقي بل حتى على المنطقة، وانقلاب وتبدل الرؤية اللي صارت عند الجهات الخارجية والمراقبة وبل حتى الداعمة لبعض التنظيمات المتطرفة. مهمة سمعت الشيخ هذه النقطة، لكن أكو فد جزئية أشرت لها حضرتك اللي هي الرسائل اللي حاولت تتبعها هذه التنظيمات الإرهابية في إيصال نهجها وسياستها الذبح وتسويقها إعلاميا، بالتأكيد من خلال توثيقهم تعتمدون على الشهادات الميدانية. نعم. هذه الطريقة أثرت في أنفس المجاهدين لما يشوفون مقاطع الفيديو عام 2014 و2015؟ حقيقة قضية قياس العامل النفسي هو قضية مهمة جدا بالدراسة. إذا أردنا أن ننظر للموقف يعني من ناحية من زاوية معينة، المناخ اللي كان سائد قبل 2014 مناخ سائد بروح التخاذل، بعض القطاعات بدأت تنسحب، بعض الشخصيات بدأت تهرب خارج البلد، بعض الناس بدأت لا تؤمن بوجود قوة رادعة لهذه العصابات. نعم، من خلال الدراسات اللي سويناها والرصد اللي تم والتوثيق اللي تم بالموسوعة، موسوعة فتوى الدفاع المقدسة، لاحظنا لا قضية معينة أنه الضخ الإعلامي اللي كانت تعتمده داعش من خلال سواء قنواته أو القنوات المساندة له، أنت مثل ما تعرف داعش لم تعتمد فقط قنواتها الرسمية، ولكن كان هنالك إعلام غربي وإعلام عربي مهيئ لهذا الجو. عندما نرصد إحنا اليوم القنوات الفضائية أو المواقع عندما تتحدث عن داعش وتسميه بالدولة الإسلامية وثوار العراق وإلى آخره من التسميات المبهرجة اللي طلعت داعش كأنه حمل وديع وجاء من أجل المتظاهرين، نعم، وجاءوا على أساس أنه هم الإسلام الصحيح وهم من يريدون أن يفرضون الشريعة الصحيحة للدين الإسلامي. نجد أن هذه السياسة وهذه العوامل كلها أدت إلى خلق مناخ من الخوف، مناخ من الخذلان عند البعض، مناخ انكسار داخل المعنويات. لكن اللي ينظر بعد 2014 بعد 13/6 وتاريخ الفتوى يجد انقلاب 180 درجة بالمناخ، يعني تجد المناخ انقلب 180 درجة، تجد أنه بدت الروح المعنوية ترتفع. طبعا احنا مثل ما تعودنا مرجعية النجف منذ أن وجدت إلى الآن هي صمام أمان الأمة، وهي الأب الروحي، وهي القائد للمجتمع، وبعباءتها يلوذ الجميع. فلذلك بعد انطلاق الفتوى تجد أن المجتمع جت دفعة معنوية وروح معنوية عالية، بحيث تجد أن أغلب الشباب في يوم الفتوى في نفس اليوم خرجوا بالآلاف دون أي سلاح، دون أي تجهيزات، دون أي شيء، من أجل التطوع والذهاب إلى جبهات القتال، وبالفعل البعض منهم بسلاح الشخصي وصل إلى جبهة القتال. بالتالي هذه الأساليب ما نجحت وفشلت، ما نجحت لسببين، الفتوى بس لسببين، الأول الفتوى والثاني الإصرار العراقي. طبعا الفتوى أيضا لعبت على الإصرار العراقي، نحن العراقيين معروفين بالتفافنا حول مرجعيتنا، بإيماننا بالمرجعية المطلق، فلذلك هذا من العاملين أدى إلى رفع الروح المعنوية بشكل كبير. فنجد من خلال الملاحظة ومن خلال الرصد اللي تم أنه الإعلام قلب من 2014 إلى ما بعد 2014 180 درجة، أصبح الإعلام يتحدث بالبطولات، يتحدث بما قدمه العراقيون، بعض القنوات الفضائية بدأت تشير إلى تقدم القوات العراقية. أبرز سمة كانت الساحة قبل 2014، يعني أبرز سمة يعني رصدناها ووثقناها تويتر. تويتر مثل ما نعرف برنامج عالمي للتغريد، وكان يسوده النخبة، يعني اللي متواجدين به جمهور النخبة. من كان قبل 2014 كان تويتر بالكامل إلى داعش، يغرد باسم داعش والدولة الإسلامية. بعد 2014 هذه من الأحداث اللي رصدناها،
وجدنا تويتر بدأت يتحول 180 درجة إلى أن يكون في صف العراقي. يناغم أستاذ أحمد المزاج العام. نعم. فبالتالي المزاج العام حتى الشعب العراقي يتحول. إذا تتذكرون بدأ ينزل هاشتاغ تويتر بدأ يغرد عراقي. بالضبط. فأصبح أصبحت الهجمة معاكسة، أصبح الشعب العراقي هو من يستخدم الإعلام في قبال داعش ويضغط عليه. هذه التغيرات سماحة الشيخ وتضليل الحقائق، شلون يعني قدرتوا في ظل هذا الوضع من توثيق بعض جرائم التطرف، وشنو اهم الجرائم اللي وثقتوها؟ يعني العدد اللي موثقيه جنابكم عن مجزره سبايكر يختلف عن الاعداد المعلنه. علي. شوف مولانا، هو التوثيق قضيه مهمه لعله اسس لها القران الكريم عبر سرده وقصه لكثير من قصص الامم السالفه. نعم. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على اهميه التوثيق لدى المجتمع الإسلامي، فضلا عن أنه لو نرجع بالتاريخ شوية ونقرأ في حضارات أسلافنا راح نجد مثلا الفراعنة تركوا فد شيء من التوثيق، السومريين تركوا شيء من التوثيق، البابليين وهكذا، من ضمنها مثلا لوح مسلة حمورابي وغيرها من الكتابات اللي كانت على وسائل يعني يصعب الكتابة عليها، بعضها على الحجر، بعضها على الطين، بعضها على البردي. فالتوثيق قضية مهمة جدا، وهذا أكدته المرجعية الدينية العليا مرارا وتكرارا، وتابعها على ذلك المتولي الشرعي سماحة السيد الصافي حفظه الله، وتابعه على ذلك كثير ممن يؤمنون بهذه الفكرة ويعتقدون بهذه الفكرة. فمن هذا المنطلق احنا اخذنا على عاتقنا في المركز العراقي لتوثيق الجرائم التطرف، طبعا بدءا من التسمية اخترنا ان يكون عراقي، يعني أنه لا يختص بفئة دون فئة. الآن إذا تجي للأرشيف تجد عندنا الأنفال، تجد عندنا حلبشة، تجد التوثيق ما اقتصر على ما لا لا ما مقتصر ما مقتصر جرائم البعث موجودة. نحن نوثق لتاريخ الدولة العراقية المعاصرة منذ عام 1921، وممكن أن نرجع بعد أي وبأكثر من اتجاه مصادر وأكثر من هو هاي هنا المشقة، هنا تسكب العبارات، الحصول على الوثيقة والتأكد من صحة الوثيقة وتعاطي المحلل مع الوثيقة، لأن احنا مو بس نجيب وثيقة ونرصفها ونخليها ونحفظها، مهم هذا جدا مهم، لكن ما بعد التوثيق ماذا؟ احنا كيف ممكن اليوم حدثت عندنا مجزرة سبايكر؟ احنا ما نوثق الجريمة حتى نضع المصيبة أمامنا ونبقى نبكي عليها فقط، وإنما نقترح سبل وطرق لعدم تكرار هذه الجرائم، ندرس الأسباب التي أدت إلى هذه. اليوم إحنا من خلال قراءتنا لوثائق واعترافات المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم، مثل جريمة الكرادة، جريمة ضد الأيزيديين، جريمة ضد سبايكر، من بادوش، من نجي نقرأ الإفادة مالته نخرج بكم هائل من الحقائق وتشخيص والأسباب. واحد من عندها يدخل العامل النفسي، يدخل العامل الاقتصادي، يدخل العامل الاجتماعي، العامل السياسي، العامل الثقافي، فيحتاج أن تتضافر مجموعة جهود من الباحثين، ويحتاج استراتيجية من الدولة أن تتبنى هذه القضية. أحسن، عمل بسيط، وتطبيق المخرجات أيضا عمل ليس باليسير، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جلة، نعمل على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نخدم العراق إن شاء الله. إحنا مكملين سماحة الشيخ، لكن نروح إلى فاصل قصير أحبتنا المشاهدين وبعدها نعود. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية. أستاذ أحمد، أصدرتم الموسوعة، موسوعة الدفاع الكفائي. اليوم إذا أريد نقدم للمشاهد فد ملخص عن هذه الموسوعة، أجزائها، أهم التفاصيل اللي طرقتوا لها في هذه الموسوعة. حقيقة موسوعة فتوى الدفاع المقدس هي وليدة للفتوى المباركة، يعني إحنا في سنة 2014 عندما أطلقت الفتوى وجاء بعد ذلك إصرار المرجعية على قضية التوثيق، وبعد المهرجان الأول في سنة 2015 كانت هنالك كلمة لسماحة السيد الصافي الله يحفظه في المهرجان، أكد من خلالها أنه يجب أن نوثق هذه المعارك، يجب أن نوثق هذه الانتصارات، يجب أن نكتب ماذا دار في تلك السنوات.
فجاءت بعدها أن قدمت ورقة أنه من أجل عمل موسوعة متخصصة تكتب بأيدي أبناء العراق. يعني إحنا تعودنا أنه تاريخنا دائماً لم يكتب بأيدينا، أغلب التاريخ اللي موجود اليوم لاحظة أجينا متناقل، يعني كتبه ناس روايات وتتضارب مرات، تتضارب وفي بعض الأحيان قد يسرق التاريخ مثل ثورة العشرين وغيرها. لكن هذه المرة نعيشها إحنا اليوم، أكو أحداث عايشيها ونسمعها، هذا الواقع بطريقة أخرى تسوق. كان الإصرار أنه يكتب التاريخ بيد أبنائه، فشرع في وقته قسم الشؤون الفكرية والثقافية بتأسيس فريق لعمل الموسوعة، كان بإدارتي ووجود الأخوة، فبلشنا في كتابة الموسوعة. أول مرتين كان هناك 16 مجلد للموسوعة، بعد ذلك تطور العمل إلى 24، بعدها إلى 35، بعدها تطور إلى 45، 56، آخر شيء أصدرت ب 62 مجلد. طبعا 62 مجلد، نحن الآن إن شاء الله على بوابة 80 مجلد، ستصدر بالنسخة المنقحة والمزيدة إن شاء الله. هذه الموسوعة تضم بين دفتيها الكثير من الأحداث. اليوم عندما نتكلم الموسوعة وثقت على الصعيد الإعلامي، على الصعيد اللوجستي، على الصعيد التضحيات والدماء، على صعيد دور الحوزة العلمية، على الصعيد الإنساني، على الصعيد الأدبي، على الصعيد الثقافي. طبعا احنا ما تركنا محور لم نكتب فيه لسبب بسيط، لأن في وقتها احنا هاي معركة متكاملة، لم تكن معركة فقط عسكرية. انت مثل ما هذه جزئية مهمة، وأنا أرجع فيما يخص الموسوعة، لكن أنتقل لسماحة الشيخ. النقطة اللي أشار لها أستاذ أحمد أنه الفتوى أثرها مو فقط سياسي عسكري بحت، اليوم أثر هذه الفتوى موجود بين أبناء المجتمع، واللاحظة في كل المناسبات حاضر أثر الفتوى. شنو السر اللي خلى الفتوى تكون شاملة لكل هذه القضايا؟ بعد التحرير أكو مهام اجتماعية وثقافية وفكرية. باختصار وبإيجاز، أعرف عندك لأن الفتوى هي فتوى إلهية. والفتوى الإلهية والحكم الإلهي والمنظور الإلهي عادة ما يكون عام ويريد الخير لكل البشر ولكل الناس دون تمييز بين أبيض وأسمر وعربي وأعجمي. منطلق الإمام السيد السيستاني حفظه الله ورؤيته للعراق هو خيمة لكل العراقيين. يعني ما سمعناه في اليوم من الأيام حاول أن يميز بين عراقي وآخر، بل أبويته ورؤيته للعراقيين قد تكون أحرص مني أنا كعراقي. ليش؟ لأن هو يتكلم من المنطلق الإلهي، المنطلق الرباني. إحنا في معتقداتنا أن المرجع هو النائب العام للإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، وهؤلاء الرعية وهؤلاء أبناء العراق هم تحت عناية ورعاية ورؤية الإمام حفظه الله. فآثارها كانت هي عامة وشاملة مثل ما تفضلت أنت لكل العراقيين، بل أنا متيقن أنها عمت المنطقة إن لم نقل العالم. ولهذا الرؤية للعراق والتعامل الدولي السياسي الخارجي مع العراق ما بعد الفتوى وما بعد الأحداث اللي حصلت من الانتصار على التنظيمات الإرهابية اختلفت وتغيرت تغييرا جذريا، وما مجيء باب الفاتيكان إلا ليؤكد هذه النظرية ويؤكد هذه الرسالة، ويريد أن يوصل حقيقة إلى العالم الغربي بأن في النجف ليس هو إنسان عادي وليس هو شخص يتزعم طائفة معينة، وإنما هذا، وهو وصفه وقالها الرجل، قال تعلمت منه الكثير من القيم الإنسانية، وصفه بالإنسان بما تحمل الكلمة المعنى الأشمل. فلما تجد وتقرأ بيان من زعيم طائفة الأيزيدية يشيد ويشكر بموقف المرجعية المختلف هو دينيا، أو تجد المختلف مذهبيا يشيد ويضع أصبع البنان ويضع بنانه ويشير بأصابعه على سماحة السيد ويصفه بالأب ويصفه بالمرجع ويصفه بالقائد، هذا ما أجى إلا عبر التسديد الإلهي. ولهذا نجد أن الفتوى أتت وكلها وأتت ثمارها. الحمد لله. احنا نشكرك لحضورك ونعرف عندك التزام، لذلك تفضلوا سماحتك. انا سامحني انت والمشاهد الكريم، شكرا لك. لان عندنا التزام بعد وفعاليات، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. عفوا. اعود لك استاذ احمد،
قرابة 80 جزء مثل ما تفضلت حاليا وصلتوا بالموسوعة. مصادر معلوماتكم، يعني أنا طرحت هذا السؤال على سماحة الشيخ، يعني طرق إلى جانب الميدان، جانب المعلومات الموثقة في المؤسسات الحكومية. في الموسوعة المصادر الرئيسة منين توفرت؟ حقيقة مصادر الموسوعة تتنوع. طرف في تلك المرحلة كانت العمليات العسكرية ما تزال مستمرة، فلذلك احنا شخصنا مجموعة من فرق العمل. هنالك فريق يتابع جبهات القتال ويذهب إلى جبهات القتال لحصر المعلومات، وفريق آخر يتابع مركز العمليات والقيادة في بغداد للحصول على المعلومات، وفريق ثالث يذهب إلى مختلف الدوائر الحكومية والوزارات المشاركة في هذا العمل. معلومات ميدانية حية. معلومات ميدانية حية. هاي بالإضافة إلى شنو؟ بالإضافة إلى أن هنالك فرق أخرى تتابع عمل المواكب الحسينية والجامعات وإلى آخره من التفاصيل، من الناس اللي تطوعوا للخدمة الدعم اللوجستي ومساعدة الأخوة على جبهات القتال. لذلك هذه الفرق كانت تعمل ليل نهار من أجل إيصال المعلومة الحقيقية. لذلك اليوم عندما نعود إلى الموسوعة راح تجد أنه بعض التواريخ، تعرف أنت كل عملية عسكرية بها مجموعة من المحاور، وكل محور له قوة معينة مسؤولة عنه. يعني اليوم نتحدث عن محور للشرطة الاتحادية، ومحور للجهاز مكافحة الإرهاب، محور للجيش العراقي، محور للحشد الشعبي. هذه على أجزاء ملف محاور. هسه أنا جاي أبين. ممتاز. إحنا عندنا فد إشكالية حدثت وإحنا تجاوزناها بعدين. الإشكالية حدثت إنه كل واحد من هذه الجهات الأمنية عندما يكمل محوره يعلن تحرير هذه المنطقة. وهذا كان واضح أنه نجد بالأخبار اليوم تم تحرير مصفى بيجي، بعد يومين نجد أنه جهاز مكافحة الإرهاب أيضا يعلن تحرير مصفى بيجي. هذا يسبب إرباك بالنسبة للمعلومة الإعلامية، توثيق للتوثيق والمعلومة الإعلامية، نقل الخبر. فلذلك إحنا عملنا على قضية واحدة، التزمنا بالبيان الرسمي الصادر من العمليات المشتركة بانتهاء صفحة العمليات بشكل كامل. مشاركة كل المحاور. ممتاز. وانتهاء ممتاز. كل محاور المعارك. لذلك اليوم عندما نعود للموسوعة نجد أن التاريخ الثابت هو تاريخ العمليات المشتركة بإعلان هذه المنطقة آمنة 100% ورفع العلم العراقي عليها. ممتاز. هذا جزء. جزء آخر الحقيقة اللي أنتم سألتوا عنه، قضية أنه إحنا هاي المصادر كيف نحصلها في نفس اللحظة، على الرغم من انشغال بعض الأخوة من القادة الأمنيين والشخصيات اللي موجودة في المعارك والشخصيات الدينية، إن الوضع مو طبيعي. صح، في وقتها الوضع مو طبيعي، أنه أنا أجي أوثق وأشتغل هيك مشروع 100% توقيت أنه الأمور الأهم يعني شاغلة الرأي العام. فإحنا كنا مقدرين هذا الموضوع، لذلك كنا نتعامل معهم على أساس اليوم القائد في الميدان يأخذ فسحة للعودة مثل لترتيب قواته، إحنا في هذه الفسحة كنت إحنا واصلين يمه محصلين المعلومات وراجعين. أيضا قيادة العمليات المشتركة لديها الخطة العسكرية المرسومة اللي من خلالها تتقدم المحاور وتتقدم الصفحات، فإحنا أيضا نعتمد على هذه الخطة مع العمليات المشتركة. باقي التفاصيل لا، كنا نذهب إليها من خلال الفرق البقية. يعني اليوم عندما نتحدث عن دور المرجعية، معتمدين المرجعية في العراق كله بالدعم اللوجستي، كيف حصلنا عليه؟ تم الدعوة إلى مؤتمر وجمع هؤلاء الشخصيات من أساتذة الحوزة العلمية في النجف وباقي المحافظات، وفي المؤتمر طبعا تم طرح المشروع من قبل سماحة السيد الصافي عليهم، وأنه كيف سنوثق وما الذي نحتاجه، وتم توزيع استمارات وتوزيع أرقام من أجل التواصل، وبالفعل تم جمع هذه المادة. نفس الحالة حدثت مع الجامعات، نفس الحالة حدثت مع باقي الدوائر. طيب. الخدمية، المواكب إلى آخره من التفاصيل. طبعا الآن نتحدث عن جهد دام على مدى 4 سنوات متواصل. مسألة الجانب الميداني يعني ما أريد أتجاوزها لأن هي مو سهلة، يمكن هي الأصعب بهذا المشروع. بفترة القتال يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه عندكم شهادات ميدانية. شهادات ممكن من الأهالي، من المقاتلين، من القادة العسكريين. التنقل بين هذه المدن مثل ما نعرف المدن مو مؤمنة بنسبة 100%. فهذا شلون كنتوا تشتغلون عليها؟ حقيقة احنا كنا نعمل مبدئين. المبدأ الأول، بعض الشهادات كانت تحتاج إلى القادة الكبار. اللي هم الشخصيات اللي كانت قود المعارك. لذلك أكو مفردة في الموسوعة مجلدات خاصة سميت بالشهادات الحية، قادة المعارك وقادة النصر والقادة الدينيين، من كان له دور كبير في تلك المعارك أفرد لهم. هذا كنا نتواجه معه في عودته إلى بغداد، نحدد معه موعد أو في النجف الأشرف أو في أي منطقة، ويتم تسجيل الفيديو كامل معه وأخذ شهادة متكاملة عن كل الأحداث اللي جاي تجري على أرض الواقع.
ذلك بعض الشهادات في الموسوعة الآن بعض أشخاصها قد استشهدوا أو توفوا يرحمهم الله، فلذلك تبقى هذه شهادة حية دائمة. أما فيما يخص قصص الجنود والمعارك لا، هذه كانت تؤخذ حية في بعض الأحيان، يعني إحنا في ذهابنا إحنا تعرف العتبة العباسية كانت دائما تسير قضية الدعم اللوجستي والإنساني، فكانوا الصحفيين يرافقون هذه الحملات، فعند تواجده هناك على ساتر المعركة يأخذ قصة من هنا قصة من هناك اسم جندي من هنا إلى آخره من التفاصيل. أهالي هذه المناطق والمحافظات، أنت اليوم لما تجي توثق أنت معروف كجهة، معروف كتوجه، بعض أهالي هذه المناطق بالتأكيد أكو تأثير أيديولوجي عليهم، تأثير فكري، عدم التعاون، هذه شلون يعني تتجاوزوها؟ حقيقة أو هي واجهتكم بالأساس حتى ما نجزم؟ لا لا، هي حقيقة هاي المواضيع هي صعبة جدا، مثل ما تعرف بعض المناطق سواء كانت أجبرت على هذا الفكر أو هي في تماهي مع هذا الفكر. كنا نواجه صح بعض الصعوبات من خلال أنه البعض ما ينطيك معلومة، أنت تعرف أنه هاي قضايا هم يعتبروها تحس تمسهم هم بالضبط، فبعض الأحيان ما تحصل على هذه المواقف، لكن في بعض الأحيان لا تحصل. فكان الصحفي اللي يذهب إلى هذه المنطقة لديه كود حس عالي بالخطورة الأمنية وبالأوضاع وكيفية استقاء المعلومة والحصول عليها. فهنا كنا في بعض الأحيان على يعني لفظنا بالعراقي قد تصيب وقد تخيب، لكن في أغلب الأحيان الحمد لله وشكر كانت تصيب، فكنا نجلب معلومات من عندهم. بالإضافة إلى ذلك أكو بعض الجهات التي تعاونت، ونحن لا ننكر بعض الجهات اللي تعاونت مع الجيش ومع الحشد الشعبي من هذه المناطق أيضا قدموا لنا مجموعة من المعلومات الكافية لتلك الحقبة. طبعا العمل التوثيقي عمل صعب أنت تعرف، فيحتاج إلى أذرع كثيرة، يعني إحنا الفرق من غير الفرق الميدانية اللي كانت تعمل على أرض الواقع، إحنا عندنا هنا فرق أخرى اللي هي الفرق التحرير والتصميم والتدقيق والمراجعة، وفرق أخرى تؤكد على مصادر الوثائق. أنت مثل ما تعرف في بعض الأحيان ليس فقط اللي مأخوذ من عندهم كمعلومة، هذه موسوعة، موسوعة لازم أن تدعم بوثائق وتسند الكلام الذي يقال. أستاذ أحمد، الموسوعة ولغة الكتابة هل هي لغة نخبوية؟ يعني اليوم يقدر أي قارئ على اختلاف الثقافات يقدر يأخذ من عندها المعلومة ويعرف القصة كاملة، لو أنه أكو بعض الكتب والمجلدات والمؤلفات تكتب بلغة عالية فبالتالي مو العامة يقدر يفهم؟ لا، حقيقة لغة التوثيق هي لغة من الممكن الجميع يقرأها. طبعا لغة التوثيق يجب أن تكون لغة شبه صحفية، مو صحفية كاملة، هي علمية ولكن بلغة صحفية. لذلك لن تجي الصعوبة أي باحث أو بالنسبة لأي مواطن عندما يقرأ المعلومة لن يجي الصعوبة في فهمها. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأجزاء أفردت للباحثين، يعني عندما نتحدث عن ببلوغرافيا، ببلوغرافيا البحوث التي كتبت في هذه الفتوى في هذه المعارك هذا جزء خاص بالباحثين، بينما عندما نتكلم عن المحور الأدبي وقصص الشهداء وقصص السيرة هذا محور من الكل يقدر يقرأ به. احنا حتى تكون دعوة للقراءة او الاطلاع، يعني ممكن من خلال الفهرس تختار انت شنو تريد. انا راح ابين قضية، الموسوعة لم تكتب بنفس اكاديمي 100%، مهمة هذه. اخذنا احنا المنهجية، لكن انت تعرف كل مجلد له منهجيته الخاصة، يعني اليوم عندما نتحدث عن الاعلام اكو منهجية خاصة، عندما نتحدث عن الهجرة والمهجرين اكو منهجية خاصة اللي منهجية الاحصاء والارقام والاخر والتفاصيل، فكل جزء من الموسوعة كان له منهج خاص به. لذلك نجد ان الموسوعة عبارة عن حديقة غداء، ويمكن ان تقطف اي وردة انت تحتاجها من هذه الحديقة بما يفوح بها من عطر، ويمكن ان تستفاد من عنده. بالتالي هي دعوة مو فقط للقارئ، للجميع، دعوة للمؤسسات الإعلامية، لا للجميع، للمؤسسات الإعلامية، الكاتب والباحث والممثل بصاص والمخرج وكافة التفاصيل من الممكن ان يستفاد من الموسوعة. وخير دليل على ذلك الان عندنا ما يقارب أكثر من 30 عمل أخرج، بين مسرحي، بين فيلم، بين قصة قصيرة أخذ من الموسوعة. تمام، أنا عندي سؤال مهم بهذا الموضوع. إحنا في هذه السنوات يعني في شهر رمضان المبارك نشاهد كثافة بالأعمال الرمضانية، هذه الأعمال لاحظتوا فد عمل وثق كل هذه التضحيات، يعني اللي أنتوا سجلتوه بشكل يليق بها؟ أنا أسمع جوابك بعد ما أروح إلى فاصل. فاصل قصير أحبتنا المشاهدين، وبعدها نعود مع أستاذ أحمد. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية. أرجع أستاذ أحمد إلى السؤال اللي طرحته على جنابك قبل الفاصل،
بما يخص الأعمال اللي وثقت هذه البطولات؟ حقيقة احنا من اللي جاي اللحظة، احنا في بعض السنوات الفائتة البعض قد أخذ من الموسوعة بعض القصص وحاول تمثيلها وخرجت على الشاشة، وهذه السنة أيضا كانت هناك. بالمجمل الذي يعني خرج للشاشة لا يلبي الطموح 100%. أنت مثل ما تعرف احنا اليوم جاي نتحدث عن فتوى تخص تاريخ العراق وغيرت مجمل الانعطاف التاريخية لما بعد 2014، أسست لدولة جديدة. اليوم نتحدث عن انعطافة كبيرة، فإذا يجب أن تكون الدراما على قدر هذه الانعطافة. اللي لاحظنا خلال السنوات الفائتة لم تكن هنالك تركيز واضح على هذه القضية، قد تكون هنالك بعض يعني من حاول أنه يشكل فد أهمية لهذا الموضوع، لكن لم يكن بالمستوى المطلوب. دقة المعلومة، مستوى الأعمال، وين شخصته؟ يعني مكامن الخلل، خلينا نقول مكامن الخلل. في بعض الأحيان قد تكون معلومة غير دقيقة، هذه منتهي من عدة. في بعض الأحيان أنه أنت تعرف الدراما العراقية تكون متكلفة في بعض الأحيان وما تطابق الواقع. يعني اليوم عندما نتحدث عن حوائل الشهداء أكو يعني صور نقلناها في الموسوعة أو من الممكن أن تنقل عوائل شهداء مآسي، قصص مأساوية بحاجة إلى جس ضمير العراقيين والمجتمع العراقي من خلاله. اليوم عندما نتحدث عن شهداء تركوا بعدهم عوائل وأطفال وأيتام وأرامل، في بعض الحالات عند ذهابنا يعني مع العتبة هناك قصص مأساوية، عندما تجد عائلة الشهيد في العراء وفي منزل عبارة عن صفائح خاصة مادهن وإلى آخر من التفاصيل، وترى كم والمقدار اللي قدمه هذا الشهيد لأرض العراق. وإحنا عندنا مثل يقول وأقصى الجود مما جود، الجود بالله بالنفس بالنفس. فإحنا اليوم هذا اللي جاي يقدم أقصى غاية الجود أنه يجود في نفسه، لكن بالمقابل لم نجد هنالك رعاية صحيحة إلا ما ندر. وبعد التفات أيضا يعني المرجعية لها جزاها الله خير جزاء فضل كبير في هذا المضمار. يعني اليوم عندما نرجع إلى الموسوعة ونجد المبادرات الإنسانية من قبل المرجعية وما قدم قصص كبيرة. يعني اليوم احنا في التحديث الجديد للموسوعة هنالك مجلدات خاصة لإسكان عوائل الشهداء. اليوم احنا عوائل الشهداء ما نقدر نقول كلها، ولكن تم تغطية جزء كبير من هذه العوائل بمساكن يعني هذا برواتب الى اخره. من الطرح استاذ احمد يقودنا الى مساله مهمه تخص الاجيال القادمه. ايش قد مهم انه هذه البطولات وهذه المعلومات وهذه التضحيات توثق بالمناهج الدراسيه خصوصا لطلبه الابتدائيين؟ حقيقه احنا الموسوعه اساسا كتبت ليس لليوم، هذا الواقع. اليوم قد انا وانت عشنا هذه الحاله ونتذكر تفاصيلها. الموسوعه كتبت للاجيال القادمه ان شاء الله، بعد ذلك ستأتي الأجيال لترى الحقائق بشكلها الصحيح. إحنا لو تركناها كنا صرنا مثل ثورة العشرين. الآن إحنا نحن لم نعيش في ثورة العشرين، فما أدركنا ما هي ثورة العشرين ومن قام بها وما هي تفاصيلها. لكن اليوم بوجود الموسوعة أنا متأكد بعد 50 سنة 100 سنة سيكون هنالك شاهد يروي الحقيقة. لذلك كان هاي أهمية التوثيق التي تركز عليها المرجعية المباركة. لذلك حثت العتبات أنه تفتح مراكز توثيق. يعني اليوم عندما أكملت الموسوعة سماحة السيد الصافي دام عزه أشار بأنه هذا الفريق اللي قدرته على هذا العمل ولإنجازه هذا يجب أن يكون له فرادة وخصوصية من خلال مؤسسة اللي هي مؤسسة الوافي للتوثيق والدراسات. أصبح هذا الفريق العمل الذي عمل على هذه الموسوعة هو قسم في العتبة العباسية قائم بحد ذاته من أجل متابعة التوثيق. جهود مباركة. لذلك جهود مباركة. تجد أن الموسوعة قد تطورت إلى 80 مجلد، ولذلك تجد أيضا هنالك 4 إلى 5 موسوعات أخرى الآن سترى النور إن شاء الله، سواء تتحدث عن تاريخ العراق أو تتحدث عن بعض الأمور التي حدثت في العراق من خلال الآن أو سابقا. نعم، من خلال توثيقكم أستاذ أحمد بالتأكيد أكو جزئية اطرقتوا لها وجنابكم أعلم بها، وهي أنه لو لم توجد هذه الفتوى أو لو لم تطلق هذه الفتوى فتوى الدفاع الكفائي، يعني شنو ممكن من خلال مشاهداتكم الميدانية شنو ممكن كان يصير بهذه المحافظات والمناطق حقيقة والأهالي؟ أرسم لك صورة بسيطة من خلال يعني المتابعة والكتابة والهاي. في ليلة إطلاق الفتوى كانت داعش على أبواب بغداد. نعم. وكان هنالك تصور لدى الجميع أنه مع ساعات الصباح الباكر خلاص بغداد انتهت،
واغلب الناس كانوا قد عدوا حقائب السفر والى اخره من التفاصيل، ومعظمهم قد نزحوا الى الجنوب والى اخره من التفاصيل اللي عشناها. باعتقادي لولا هذه الفتوى في هذه اللحظه لضاع العراق. بمجرد التقدم وسقوط العاصمه ستبدا المحافظات بالسقوط تباعا، لان الشعب كان مدمر نفسيا. الطبقه السياسيه اثرت من خلال فسادها على الشعب بالكثير، اصبح ليس هنالك ثقه بين الشعب وبين الحكومه وبين الجيش وبين مؤسسات الدوله على قدرتها على حمايه المواطن. لذلك موضوع الاستجابه بهذا الكم يعني شكل صدمه، شكل صدمه بالنسبه للاخرين. لم يكن يتوقع العدو انه هنالك التفافه من الشعب حول المرجعيه، لانهم كانوا يراهنون على مدى السنوات السابقه، اذا لاحظناها من خلال الاعلام من 2003 من بعد السقوط صدام الى 2014 كان هنالك عمل اعلامي على مدى 24 ساعه متواصل من اجل تضعيف صوره المرجعيه بوجهه نظر العراقيين، وكانت الحملات الاعلاميه مستمره. كان هنالك عمل على انه اسقاط بعض الرجال الحوزه، على التكلم عن الحوزه استهداف مباشر. في الغايه من عند التهيئه الى هذا الموضوع، انه في يوم من الايام عندما تطلق الحوزة رأيها وتطلق فتواها أنه ما حد يلتف حولها، ولكن الرهان كان خاص. بالضبط. اليوم بعد 9 سنوات الفتوى وين؟ أثرها وين؟ تواجدها وين؟ حقيقة الفتوى ما زالت مستمرة. عندما تسأل الفتوى ما زالت مستمرة، وخير دليل على ذلك إحنا إلى اليوم قوافل المساعدات وقوافل الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى بعض المناطق والمعارك اللي لا تزال بها العمليات العسكرية، الفتوى مستمرة. والدليل الروح المعنوية الموجودة لدى العراقيين الآن. الفتوى أعتقد انتقل حتى الدول المجاورة، يعني شفنا حاضر الفتوى بموضوع سوريا. ألقى بظلاله هذا الوضع كله، والفتوى ألقت بظلالها على أنه استقر الوضع بالمنطقة كلها. اليوم عندما نعود إلى سوريا، سوريا كانت لا يستطيع أي بشر الذهاب إليها. اليوم سوريا من الممكن أنه تروح براحتك وترجع، ماكو أي مشكلة. الوضع استقر، كل شيء استقر بالموضوع. حتى قضية الدعم اللوجستي أنت أشرت، الآن الدعم اللوجستي اللي ذهب بعد الزلزال إلى سوريا وقبل أيضا الزلزال، أنه كانت هنالك رحلات من العتبة العباسية والعتبة الحسينية إلى سوريا من أجل المساعدة في بعض القضايا الإنسانية وزيارة المخيمات. هذا كله دليل على أنه ما يزال الزخم موجود من خلال الفتوى. حتى الآن المخيمات، لحد الآن العتبة العباسية العتبة الحسينية، باقي التفاصيل الحوزة العلمية ما تزال ترسل المساعدات إلى هذه المخيمات، ما تزال تساعد بعض المناطق المنكوبة في إعادة تأهيلها، ما زالت تقدم بعض المعونة لبعض المناطق. أدركت أهالي هذه المناطق، أهالي هذه المحافظات اللي تعرضت لهذا الكم من الأذى والجرائم والمجازر، أهمية الفتوى اليوم؟ عرفت أنه شنو موضوع أنه ممكن مغيب عنها موضوع المرجعية الدينية وأهمية المرجعية الدينية وأثرها على أبناء الشعب؟ دركوا هذا الموضوع من خلال متابعتكم وتسجيلكم المشاهدات؟ حقيقة أعمى من لم يرى من الغربال. هذه مقولة شهيرة. بعد الذي حصل أعتقد أنه من غير الإنصاف أن يأتي شخص يقول أنا ما أعرف أهمية المرجعية. ممكن البعض يشتغل على موضوع أنه يتناسى، هنا راح نجي إلى شقين. هناك شق من يحمل الامتنان في نفسه اتجاه المرجعية واتجاه ما تقدمه له، وهناك من اعترف صراحة بموقف المرجعية وموقف أبناء الجنوب وموقف الشهداء الذين سقطوا على أرضهم، وهناك من هو أساسا هو كان قاعدة لداعش ما زال معاندا لهذه القضية. وهذه كلها تنطلق من مصالح شخصية في بعض الأحيان. اليوم عندما نتحدث بلغة المصالح، أغلب من يقف مع داعش هنالك مصالح شخصية، مصالح سياسية، مصالح إلى آخره دنيوية من الممكن أن تقدم إلى، لذلك تجد لا يزال يتحدث بلغة داعش وعودة داعش وإلى آخره من التفاصيل. لكن على العموم سكان تلك المناطق بنسبة 80% هم الآن مع موقف المرجعية، وهم شاكرون لموقف المرجعية من خلال ما لمسناه من الزيارات. لأن إحنا واقعاً اللي قدم خلال تلك الفترة وتحرير الأراضي والشهداء اللي سقطوا انطوا درس كبير، مو بالنسبة للعراق، للعالم كله. أنه كانت هناك كلمة للسيد الصافي جدا جميلة دائما أتذكرها، عندما يقول لا ينهض بالحمل إلا أهله. ممتاز. فصارت هذه مثل جميل جدا، فأصبح عندهم معلومة أنه غير العراقيين لن ينهضوا بحمل العراقيين. هذا الأثر الكبير لهذه الفتوى، فتوى الدفاع الكفائي المباركة، وما حصل بعدها من تضحيات، وهي دعوة لكل من يعني ما واكب هذه التضحيات، ما تابعها بدقة،
انه يتابعها من خلال الموسوعة. دام انه الموسوعة اعتمدت على شهادات ميدانية، على جهات عسكرية، على جهات أمنية، على أهالي المناطق نفسهم، فهي بالتأكيد مصدر موثوق ومصدر غني بكم من المعلومات والمعارف اللي ممكن أن يستقي من عندها مؤلفين المناهج الدراسية، مؤلفين الأفلام الوثائقية والمسلسلات من هذه الموسوعة. نشكركم إحنا أستاذ أحمد أولا على الموسوعة وإتمامها بهذه الأجزاء وبهذه الهمة العالية، وثانيا على حضوركم الأستاذ أحمد صادق رئيس مؤسسة الوافي للتوثيق والدراسات. اهلا وسهلا بكم، واحنا يعني نحب نشكركم على هذا اللقاء. الله يحفظكم. وحللتم اهلا ونزلتم سهلا بين. كذلك الشكر لسماحة الشيخ الدكتور عباس القريشي اللي غادرنا، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والإصغاء. نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.